دي جامدة فعلا. ترزع بره لحد ما ندهلك. طب ما تنساش قوم وعدها. ها ها. بس انا اخر مره خرجت فيها كانت مع شفيقه، مش قصدي اقارن يعني، بس انت ايه المزازه اللي انت فيها دي؟ انا مش عارفه بقى، مش عارفه انا عملت كده ازاي. انا اصلا لو ابويا شافني كده يذبحني. لا انت ابوكي لو شافك اصلا مش هيعرفك. انت بتقول فيها؟ ده انا بصيت على روحي في المرايه افتكرتني واحده انا ما اعرفهاش بس شبهي. انا لحد دلوقتي مش مصدق ان احنا قاعدين مع بعض لوحدنا. ما تاخذنيش يعني يا دكتور بيرا، بس هو انت عايز مني ايه بالظبط؟ انا مش عايز مني حاجه، انت اللي عايزه مني. انا عايزه منك ايه يعني؟ عايزه انا اسمعك، وانت مش لاقي حد يسمعك. فاتن اتجوزت وما بقتش جنبك، وعم هيصة مشغول في شغله، وعصفور مشغول في الفن بتاعه، وكده كده عصفور ما عندوش استعداد يسمعك. عصفور ما عندوش استعداد يسمع اي حد غير سلمى، فمش هتلاقي حد غير يسمعك، وانت جواكي كتير قوي تحكي. احكي يا نتاشا، ما تخافيش. اخاف يعني؟ اخاف بقى احكي لك على اللي جوايا بعدين عندك. تبقي لسه مش واثقه فيا. بص يا دكتور، ما تاخذنيش يعني، انا عارفه ان انت بتحاول تخدم وكل حاجه، بس برضك انا ما اعرفكش. وبعدين ابويا قال لي ما تثقيش في اي راجل، الرجاله ما لهمش امان. هو ابوكي ده فاكر نفسه ارمله؟ ماشي، على العموم انا واثق فيكي ومش خايف منك، وعشان كده انا هعري لك نفسي. يا نسبتي تعالي نفسك. ده ايه؟ اهمدي يا شمه، هعري نفسي قدامك يعني هكشف لك نفسي. هقول لك على سر محدش يعرفه، اهم سر في حياتي، والسر ده هيثبت لك انت بالنسبه لي ايه. سر ايه؟ صراحة كنت مكسوف اقولها، وعارف اني ما كنتش هعرف اقولها. انت اللي خليت العنابي يكتب كده؟ العنابي هو ده السر، الرجل العنابي. ماله الرجل العنابي؟ انا اللي اخترعت الرجل العنابي. والله اعتدال، انا قلقانه جدا على ود الابنوتي. نزل من صباحيه ربنا، راح للدكتور هو والبومه مراته، ما رجعوش لغايه دلوقتي. اقفلي اقفلي، شكلهم جم هو والنحس مراته. اقفلي اقفلي. ابني حبيبي، حبيب ماما، قلب ماما، تعالى يا حبيبي تعالى. عملتي فيه ايه يا بوز الاخص؟ انا ما عملتش فيه حاجة. ايه؟ ارتاح. ما عملتش حاجه، انا واخداه قاطع. ده انت مش المسخ سليم، كل حته فيه مضي عليها. بهدلتيه كده ليه؟ شلفطتيه كده ازاي؟ سلامتك حبيبي، حبيب ماما، روح قلب ماما. الدكتور قال لك ايه يا حبيبي؟ قال لي لازم اتعرض لشمس حاميه، حجزت رحله للاقصر واسوان، منها علاج ومنها شهر عسل. يا حبيب قلبي، وماله يا حبيبي؟ فزي قومي، فزي قومي. انت هتقعدي انا وابني ولا ايه؟ انا وابني عايزين نتكلم في مواضيع شخصيه. طيب ماشي، انا هدخل اوضتي. كتكسر حقك. اوضتك ايه؟ اسمها اوضه ابنودي. دي اولا. ثانيا، تغوري تخشي المطبخ تنظفي الحلل وتنظفي الكوبايات اشوف صورتي فيها، وبعدين تجيبي الممسحه وتجيبي المكنسه وتطويلي الشقه دي كلها، وبعدين تغوري تتخمدي في اوضه ابنودي. يا سنه سوخه، في عروسه في شهر عسلها تمسح وتكنس وتطبخ؟ الحقني يا ابنودي. شهر العسل ده في الأقصر، هنا بقى البصل، البصل في شقة جوزك وحماتك. يلا غوري خشي المطبخ وشوفي الجزمة جوه بقك يا ماما. ابنودي. حاضر يا ماما. مش معنى انك اتجوزت انك تتنمرض عليا يا ابنودي. انا اسف يا ماما، بس انت عارفة يعني. مش عايز اعرف، مش عايز افهم. ايه يا ابنودي بتضايقني ليه؟ معلش يا ماما انا اسف. ما تعملش كده معايا. يلا غوري، انت لسه واقفة؟ اتفردي والتاني، اتفردي والتاني، اعملي زمالك اوعي من بعضك بقى. ابنودي لا تطاق البنت دي، لا تطاق. بيئة قوي. انت متحملها ازاي؟ زبالة. عايز انا اسمعك، وانت مش لاقي حد يسمعك. فاتن اتجوزت وما بقتش جنبك،
وعم هيثم مشغول في شغله، وعصفور مشغول في الفن بتاعه، وكده كده عصفور ما عندوش استعداد يسمعك. عصفور ما عندوش استعداد يسمع اي حد غير سلمى. طب هو يعني انا لو حلوه قوي كده امال عصفور مش بيبص لي ليه؟ طص في نظره ده كمان. بقول لك انا بقى ايه، قوم اعمل لنا كوبايتين شاي عشان عايز عم خيثم في كلمتين. لا يا اسطى انا ستاينست مش خدام. يعني مش هتعمل الشاي؟ لا مش هتنقل اعمل زفت. ضربت الواد ما لقيتش صاحب جدع. ما تقولش كده عصفور. ضربت الواد ما لقيتش صاحب جدع. الكلمه دي مديها عصفور. آه ضربت الواد ما لقيتش صاحب جدع. كم على اترك مظبوط ماشي. وانت قلب الغرف ده. بقول لك يا عم ايه صح السابع كده بقى، احنا بفضل الله حققنا نجاح ما حققوش اي مطرب في مصر خلال 5 6 سنين. الحمد لله، بس عايز اقول لك انها ما جاتش معاك ضربه حظ يعني عصفور، انت موهبتك شايلاك يا ابني. الحمد لله يا عم هيثم، بس الموهبه دي محتاجه ايه بقى؟ محتاجه تطوير وتفكير وتخطيط يا عم هيثم. انا شايف المرحله الجايه دي بقى بتاع التوينتي. لا انا ما... انت حاسس ان دي مرحله التوينتي اللي احنا طبعا اي مطرب من اللي جربوا وتقطعوا يا عم هيثم بداوا بتوينتيهات. تامر وشين اياليل، الشاب خالد والشاب عمرو دياب، اصيله وصابر الرباعي وشفيقه ومتولي. بالظبط كده يا عم هيثم. بس مين هيقف قصادك في مصر او يجي في قوه صوتك وشعبيتك يا عصفور؟ ما انا ما بفكرش في مصر خالص يا عم هيثم، انا عايز صوتي يوصل بره مصر. بره مصر؟ بره مصر يا عم هيثم. عارف بفكر في مين؟ فاكر الواد الغامق اللي من سنتين ثلاثه كده جه مصر وعمل توينتي مع تامر حسني؟ فاتح سن. لا غامق يا عم هيثا، اسمه بسم الله الرحمن الرحيم، اسمه شادي. شادي الاوروبي. شادي الاوروبي يا عم هيثا. الواد ده بيغني سيكا وانا بغني نهواند، هنقول حلو قوي مع بعض يا عم هيثا. طب ايه المطلوب مننا بالظبط؟ انت المطلوب منك يا عم هيثا بسيط قوي، تجيب النت بتاع مدير اعماله ومن النت بتاعك تبعت للنت بتاع مدير اعماله ان احنا عايزين نعمل توينتي مع شادي. خلاص وانت اتكل على الله شوف حالك. بخه هلا واسطه، تعالى وقف تاكسي لعمك عصفور عشان هيوصل فاتن المطار. لا تاكسي ايه بقى يا عم هيثم؟ كل سنه وانت طيب. انا استلمت عربيتي امبارح. عربيتي ايه؟ انا استلمت عربيتي امبارح يا راجل. اقسم بالله اللي كنا بنتكلم فيه هي اللي كنا بنحلم بيها. نفس الماركه. هي نفس الماركه. لا ما تقولش بقى. والله العظيم الحمد لله ده حلم عمرنا. نظام يا حبيبي، انت مسافر مع ماما تتفسح وانا هاجي لكم بكره الصبح. انت الراجل دلوقتي. فيها ايه يعني يا تيسير لما تيجي معانا الرحله دي؟ ما انا قلت لك يا دينا يا حبيبتي هاجي لكم بكره الصبح، وبعدين قلت لك عندي مأموريه مهمه جدا النهارده بالليل. ليله هتقضيها من غيري يا حبيبتي عادي. ليله ايه بس يا شيخ نيل؟ راح اشوف الطياره. نظام نظام تعال. ايه هلا يا فاتن؟ هتوحشيني يا بنت؟ خدي بالك من روحك يا بنت. حاضر. هتوحشيني قوي يا بنت فاتن، أول مرة تسافري وتسيبيني لوحدي. أول مرة إيه يا عصفور؟ وإحنا عمرنا أصلاً عشنا مع بعض. الله ده أنت غلت قوي يا بنت، ما تسيبيني عيش اللحظة. عيش. بقول لك إيه؟ أوعي الجربوع اللي هناك ده يلمسك. اخس عليك يا عصفور، أختك متربية، وبعدين بقول لك إيه؟ هو أصلاً راكن كده زي ما أنت شايف. طب ينفع الكلام ده طه؟ ما أنا قايل لك من الأول، الواد ده ميت إكلينيكياً. خد يا فاتن أقول لك معلش واحدة واحدة بس على ابنودي، ما تضغطيش عليه قوي عشان هو لسه بيلاين. ما تضغطش عليه ايه؟ انا غلطت معاه مش عارفه اعمل معاه ايه. خد يا ابنودي تعالى. ايه يا بيرم في ايه؟ انت قال الحبايه اللي انت قالت لي انت الدوفله ما عملتش حاجه معاك؟ ميه ساعة. ايه؟ كاني شربت ميه ساعة. انت اللي مخلص ما فيش منك رجا. حرام عليك ده انت لسه 12 حبايه، البت دي لو متجوزه مج كان زمانها حملت منه. خدها وغور خدها وغور. مش هسلم على ماما الاول؟ ماما قاعده بره مش قادره تشوف اللحظه دي، اول مره انت تسافر وتسيبها. طب سلامة يا بيه. لا 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 مش انا خالص. يلا يلا